كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل إلى مقر انعقاد القمة العشرين، حيث كان في استقباله رئيس وزراء الهند الرئيس الحالي للمجموعة ناريندرا مودي. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين تأتي تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الهندي، وذلك في ضوء أهمية مشاركة مصر في القمة التي تعقد في ظل ظرف دولي دقيق وتكدس العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والهند.